عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي، موعدنا النهاردة إن شاء الله تعالى محل وشرح كتاب المدرسة 2024 بداية من بيج 44 Lesson 4 Writing. كتابة بيقول لي Listen and read about the life cycle of a sunflower. إحنا بنتكلم عن دورة حياة زهرة عباد الشمس. هنستمع ونقرأ عن دورة حياة عباد الشمس. يبقى زهرة، يبقى نقول مراحل أو مراحل نمو أو دورة زهرة حياة عباد الشمس. شوف دورة طبعا حياة عباد الشمس أو مراحل نمو نبات عباد الشمس. عندي في نمبر 1 بيقول لي first، أولا أول حاجة بنعمل إيه؟ you put أو you plant، أنت بتزرع the sunflower seed in soil، بنزرع بذرة عباد الشمس في التربة. You put it in sunlight and water it، كمان بنتركها في ضوء الشمس ونرويها بالماء. بعد كده بنعمل for next اللي هو ثم أو التالي. The seed germinates تنبت البذرة، وكمان and it starts to grow roots under the soil، وتبدأ جذورها بالنمو أسفل التربة. بعد كده في نمبر 3 بيقول لي after that اللي هي بعد ذلك. after that بعد ذلك. the shoot grows اللي هي النبتة بتنمو above the soil يعني أعلى التربة أو فوق التربة. it grows leaves كمان بتنمو أوراق. it gets taller وبتصبح أطول. بعد كده في نمبر 4 بيقول لي after يعني هو بعد. after about 4 months حوالي 4 شهور. the sunflower opens and faces the sun بعد أربع أو حوالي 4 شهور تتفتح زهرة عباد الشمس وتواجه اللي هي الشمس. آخر مرحلة في نمبر 5 بيقول لي كمان finally يعني في النهاية. طبعا the sunflowers dies يعني طبعا زهرة عباد الشمس بتموت زهرة عباد الشمس. and drops وكمان its seeds drops its seeds وكمان بتتساقط البذور بتاعتها. the process begins again process اللي هي العملية اللي هي عملية الإنبات بتبدأ مرة أخرى. يبقى أنا عندي أول حاجة في ترتيب عملية البداية للنهاية first أولا بنكتب يعني هنا first اللي هي أولا، وبعد كده next تالي، بعد كده after that اللي هي بعد ذلك، كمان finally اللي هي طبعا أخيرا. بعد كده عندي بيج 45 45 45 order. رتب the life cycle of a tomato then listen and check يعني ترتب دورة حياة الطماطم دورة حياة الطماطم ثم استمع وتأكد. نشوف دورة طبعا بالترتيب. عندي number 1 اللي هي first أولا. you plant the tomato seed in soil ان انت بتضع بذور الطماطم في التربة. كمان you put it in sunlight في ضوء الشمس and water it احنا بنزرع الطماطم دي في التربة وبنضعها في ضوء الشمس وبنسقيها. ده number 1. في number 2 عندي next بيقول لي the seed germinates ثم تنبت البذرة. and it starts to grow roots under the soil وكمان تبدأ تنمو الجذور أسفل التربة. ده number 2. نمبر 3 احنا بنقول في نمبر في نمبر 3 after that اللي بعد ذلك. يبقى نمبر after that بعد ذلك. the shoot grows يعني النبتة او تنمو النبتة above يعني اعلى the soil التربة. it grows taller وكمان بتصبح اطول. نمبر 4 عندي هنقول after a few weeks بعد اسابيع قليلة. the plant النبات grows بينمو leaves اوراق flowers وكمان زهور and tomatoes وكمان طماطم. number 5 اخر حاجة في مراحل حياة او دورة حياة الطماطم. finally هنقول في النهاية the tomato plant dies and drops its seeds اني طبعا الطماطم نبات الطماطم بيموت وكمان بيتساقط البذور بتاعته. the process اللي هي العملية begins again تبدأ مرة ثانية.
هنا بيقول لي choose اختار a plant نبات write about the life cycle اكتب طبعا دورة حياة الايه of a plant the plant النبات write 12 to 18 19 عذرا عذر 18 عذرا words اكتب من 12 to 18 words من 12 ل 18 كلمة find out يعني اكتشف why do farmers الفلاحين grow sunflowers بيزرعوا زهر طبعا عباد الشمس أو ظهور عباد ظهور عباد الشمس what do sunflowers produce ماذا تنتج طبعا اللي هي ظهور عباد الشمس طبعا احنا ممكن نقول ان احنا الفلاحين الفلاحين بينتجوا او بيزرعوا نبات عباد الشمس ليه بيزرعوه يعني لتقليل هنقول to reduce لتقليل هنقول toxic in the soil لتقليل الايه السموم في التربة يبقى ليه الفلاحين why do farmers grow sunflowers زرعوا طبعا عباد الشمس او نبات عباد الشمس to reduce toxic in the soil في التربة لتقليل السموم في التربة ليه طبعا هنا what do sunflowers produce بتنتج زهرة عباد الشمس ايه طبعا يبقى احنا هنقول طبعا ان زهرة عباد الشمس دي بتنتج الكثير من الايه البذور يبقى نقول ظهرت عباد الشمس what do sunflowers produce ايه اللي بتنتجه طبعا ظهرت عباد الشمس هنقول produce او sunflowers ممكن نقول sunflowers زي ما هي عادي produce بتنتج lots of الكثير من seeds البذور ذات التي can بي يمكن ان هي طبعا ايه added يعني اضافتها to الى different types انواع ايه مختلفه types الاي اس هنا عذرا of bread إيه التي يمكن اضافتها لانواع مختلفه من الخبز اذا المزارعون زرعوا نبات عباد الشمس عذرا لتقليل السموم في التربة كمان ينتج نبات عباد الشمس الكثير من البذور التي يمكن إضافتها لإيه لأنواع مختلفة من الإيه من الخبز بعد كده عند بيج 46 لسن 5 الدرس الخامس project مشروع عندي a report about a plant يعني تقرير عن النبات أو عن نبات work اعمل in groups في مجموعات think فكر and research وكمان ابحث يعني هنا طبعا السؤال الأول بيقول لي find an Egyptian plant أعثر على نبات مصري هو ده حاجة ونبات مصري واكتبه كمان why is it important plant لماذا طبعا النبات ده مهم ليه مهم طبعا هنتكلم على البابيرس او البابريس اللي هو ورق البردي كمان السؤال نمبر 3 بيقول لي what does the plant need ماذا يحتاج النبات كمان اعتبر نمبر 4 where does it live واين يعيش بيعيش فين في البيئة ايه او بيعيش فين بالظبط او بالقرب من ايه نمبر 2 read اقرا and do كمان وافعل او قوم نمبر 1 بيقول لي draw or ارسم or find some pictures you can use بيقول لي ارسم واجد يعني او اجد او ابحث عن بعض الصور التي طبعا يمكن استخدامها كمان نمبر 2 make your report with your group قدم او اصنع التقرير الخاص بك with your group مع مجموعتك او المجموعه الخاصه بك هنبدا نشوف نجاوب على الاسئله اول حاجه طبعا بابيروس او بابريس اللي هو طبعا هو بيتكلم بيقول لي اوجد او اعثر على نبات مصري يبقى البابيروس اللي هو ورق البردي بابيروس is a very special plant نبات البردي نبات مميز جدا it's famous مشهور وهنا بقول لك ليه مهم السؤال الاول مهم ليه هنقول طبعا it's famous مشهور because ancient Egyptians used papyrus to make paper انه مشهور بسبب المصريين القدماء استخدموه في صناعه الورق دي نمبر 1 اجابه رقم 1 هتقول ليه طبعا اوجد نبات مصري البابيروس السؤال الثاني ليه مهم مهم عشان خاطر ان المصريين القدماء because ancient Egyptians used papyrus to make paper استخدموه لصناعه الورق ده نمبر 1 السؤال الثاني اللي بيقول لك what does the plant need بيحتاج ايه النبات ده نكمل بقول عندي كمان بيقول لي they also made sandals
يعني بيقوموا أو بيصنعوا أيضا صنادل وسلال and basket سلال و baskets from papyrus من ورق أو نبات البردي. نبدأ نكمل معانا، بيقول لي papyrus أو papyrus needs a lot of water and warm weather. هو محتاج إيه؟ يبقى هنقول papyrus أو papyrus needs بحاجة a lot of للكثير من إيه؟ ال water الماء and warm weather والطقس الدافئ. يبقى للكثير نبات البردي بيحتاج للكثير من المياه وطقس دافي عشان ينمو سريعا. To grow quickly. دي نمبر 2، دي إجابة رقم 2. السؤال الثاني، السؤال بقى طبعا بيعيش فين؟ هنقوله it grows in the Nile Delta no near the river. دي إجابة رقم السؤال الثالث. كمان إن هو بينمو في دلتا النيل بالقرب من نهر النيل. دي إجابة رقم 3. يبقى تاني الحتة ديت، يبقى أنا عندي أول حاجة السؤال الأول because ancient Egyptians used papyrus to make paper لصناعة الإيه الورق، وممكن نكمل كمان بيصنعوا منه الصنادل والباسكتس منه برضه. ديت إجابة رقم إيه؟ رقم اللي هو why is it ليه مهم يعني، عذرا ليه مهم. السؤال نمبر 2 تاني اللي إحنا بنقوله النبات بيحتاج إيه؟ بيحتاج طقس دافئ وبيحتاج مية كتير عشان ينمو بسرعة. دي رقم 2. رقم 3 هو بيقول لك بيعيش فين؟ It grows بينمو in the Nile Delta بالقرب من نهر النيل. بيعيش في دلتا النيل بالقرب من نهر النيل. ده إجابة رقم 3. كده بيج 47 47 self assessment تقييم ذاتي. Do you remember تذكر the names of these parts of a plant? Look and write. تذكر طبعا احنا اسماء هذه الاجزاء للنبات، طبعا look انظر and write واكتب. أول حاجة الجزء الأول من النباتات اللي هي توميتوز الطماطم، ده جزء من النبات. روتس الجذور، شوت نبتة أو البرون. نمبر 4 سيدز البذور، عندي نمبر 5 ليف ورقة، ونمبر 6 فلاور اللي هي طبعا الزهرة. هنشوف طبعا هنا بيقول لي كون جمل باستخدام صيغة التفضيل. عندي لوك اند ميك سوبرلاتيف سنتنسز، تول طويل، لاند انيمال، وجيراف. With the giraffe is ادي الاسم is وادي ذا زائد صفة زائد est. في طبعا عند المقارنة بالصفة ذات المقطع الواحد على طول متحرك واحد اهو tall، نحط est ذا زائد الصفة زائد est. عندي طبعا احنا قلنا في حالة الصفات القصيرة اذا كانت الصفة قصيرة المقطع بنضيف طبعا عندنا ذا واخرها est، يعني الاسم the زائد صفة زائد est. يعني مثلا نقول the sunflower اللي ظهرت عبد الشمس is عشان طبعا مفرد، the بصيغة التفضيل طبعا the biggest flower بتكون أكبر أو ظهر حجما على الإطلاق. the sunflower is the زائد صفة زائد est. طبعا هنا big cvc ساكن متحرك ساكن بنضيف الحرف نحط est. طب نشوف، يبقى the giraffe is the tallest land animal، الزرافة بتكون أكثر حيوان إيه؟ أطول حيوان على الإطلاق. كمان في نمبر 2 بيقول لي heavy ثقيل، land animal land animal، يبقى الفيل بيكون الأثقل حيوان على الأرض، يبقى the heaviest طبعا heavy منتهى بـ y قبلها ساكن، الـ y قبلها ساكن تقلب إلى i ويضاف est. the heaviest land animal يعني أثقل حيوان على الأرض بيكون the elephant الفيل. بعد كده في نمبر 3 I think أنا أعتقد إيمان الاسم الأول is عشان مفرد، the زائد الصفة زائد est. وبقى طبعا أنا هنا بفضل إيمان عن إيه باقي الأشخاص أو مجموعة. I think إيمان أعتقد إيمان إذ بتكون the الأول بعدين الصفة زائد est يبقى the nicest طبعا person بتكون ألطف شخص على الإطلاق. بعد كده السؤال نمبر 4 I think كوشري أنا أعتقد إن الكوشري is عشان مفرد، the طبعا صفة طويلة يبقى the most أو least، يبقى the most delicious food بيكون الطعام الأكثر لذاذة على الإطلاق أو لذة على الإطلاق. السؤال نمبر 5 A blue whale A blue whale الحوت الأزرق بيكون إذ ذا والصفة زائد est ذا big ونضعف الحرف ونحط est عشان دي cvc ساكن متحرك ساكن ساكن متحرك ساكن بنضعف الحرف ونحط est. يبقى الحوت الأزرق is the biggest animal بيكون أضخم حيوان على الإطلاق.
بعد كده نمبر 6 I think the lion أعتقد إن الأسد is عشان مفرد the most عشان في صفة طويلة المقطع في التفضيل the most أو the least the most الأكثر و the least الأقل the most dangerous animal بيكون الحيوان الأكثر خطورة على الإطلاق. نمبر 6 do you remember تتذكر read and write واكتب name two habitats اكتب طبعا اسم موطنين you know أنت تعرفهم عارفه تعرفهم يعني desert habitat البيئة الصحراوية agricultural habitat اللي هي البيئة الزراعية. بعد كده السؤال نمبر 2 which part of the plant grows underground أي جزء من النبات بينمو تحت الأرض طبعا الجزء اللي هو roots الجذور. بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو أتمنى رب الفيديو ينال إعجابكم شكرا على المشاهدة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.